بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول الخلاء والاستطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة، أي بيان الأحكام التي تتعلق بهاتين المسألتين، دخول الخلاء والاستطابة. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي خلاء لخلوه من الناس، لأن الإنسان يخلو فيه، سواء كان محلاً معداً لذلك أو كان في فضاء، فهو موضع قضاء الحاجة. الخلاء موضع قضاء الحاجة، سواء كان في مكان معد أو في فضاء من الأرض، يسمى بالخلاء. والاستطابة معناها إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء أو باستجمار، إزالة أثر الخارج من السبيلين إما بماء وإما باستجمار. سمي استطابة من الطيب وضد الخبيث، فإزالة أثر الخارج هذا طلب للطيب، فسمي استطابة، سمي استطابة لأن الخارج خبيث، وإزالة أثره إطابة للمكان وإزالة للخبث. وهذا مما يدل على شمول هذا الدين وكماله، حيث لم يترك شيئاً إلا وبيّن أحكامه، فبيّن صلى الله عليه وسلم أحكام قضاء الحاجة وما يتبع ذلك من إزالة أثرها، فهذا من كمال هذه الشريعة التي ما تركت شيئاً إلا وبيّنته، حتى ولو كان مما يستقذره الناس فإن الشرع يبين حكمه. فهذا فيه رد على الذين يتنقصون العلم والعلماء الذين يبحثون هذه المسائل ويقولون إنهم علماء حيض أو علماء نفاس، فهم يتنقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بيّن هذه الأحكام ووضحها، فهم بالحقيقة يتنقصون الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء إنما ينقلون ما قاله الرسول أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يبلغون الناس ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة الأنبياء. فالذي يتنقصهم معناه أنه يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي حفظ اللسان عن مثل هذا الكلام، لأنه قد يفضي إلى الردة والعياذ بالله. إذا وصل الأمر إلى تنقص الرسول أو تنقص الأحكام الشرعية، إذا وصل الأمر إلى هذا، هذا ردة، فعلى المسلم أنه يحفظ لسانه من هذه الأمور. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في بيان آداب دخول الخلاء، وهو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته من بول أو غائط. فإذا أراد دخوله لهذا الغرض فإنه يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فمعنى إذا
أراد دخول أي معنى إذا دخل الخلاء معناه إذا أراد الدخول، وليس معناه أنه يقوله بعد ما يدخل، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي ذلك، وقال به بعض العلماء أنه يقوله بعد ما يدخل، ولكن الظاهر والله أعلم أن المراد إذا أراد الدخول، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت القراءة. إذا دخل الخلاء قال أعوذ، العياذ هو اللياذ، اللياذ بالله عز وجل والاعتصام به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، أعوذ بالله. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تقول لشخص أعوذ بك أو أعوذ بفلان، وإنما تقول أعوذ بالله. فالاستعاذة نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أعوذ أي أعتصم وألتجئ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. من الخبث، من الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، وهو الشيطان، والخبث الشياطين جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، جمع خبيثة وهي المؤنثة من الشياطين. فهو استعاذ من ذكران الجن ومن إناثهم، استعاذ من ذكران الجن ومن إناثهم. والمناسبة، والمناسبة في كونه استعاذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من شياطين الجن وإناث ذكرانهم وإناثهم، المناسبة أن الحشوش هذه محلات قضاء الحاجة هي مساكن الشياطين، هي مأوى الشياطين، لأن الشيطان إنما يأوي إلى المحلات القذرة والوسخة، لأنه خبيث ولا يناسبه إلا الخبائث. فالشياطين تسكن وتوجد في الحشوش محلات قضاء الحاجة، فناسب أن يستعيذ بالله من شرهم عند الدخول لئلا يضره، لئلا يضره، فلجأ إلى الله أن يحميه منهم، لأن هذا مكان وجودهم. فإذا قال المسلم هذا، إذا قال المسلم هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول محل قضاء الحاجة، حماه الله من الشياطين الموجودين في هذا المكان. وإذا لم يقل هذا فحري أنهم يضرونه، إما أن يضروه في عقله وإما أن يضروه في جسده، فهو محل خطر ينبغي للإنسان أن يتنبه له عند الدخول فيتحصن بالله قبل أن يدخل فيه بهذا الذكر العظيم. فالحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في مكان، سواء كان معداً لذلك أو في فضاء، أنه عند ذلك يقول هذا الكلام، إن كان في مكان معاد عند الدخول، وإن كان في فضاء فإذا أراد الجلوس للقضاء ورفع ثوبه يقول هذا الذكر، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وهذا شيء لا يكلفه، لا يكلفه تعباً ومشقة، كلمتان يقولهما يعصمه الله جل وعلا من أمر خطير. نعم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم نعم. اللي بعده صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، هذان الحديثان في جلوس الإنسان على حاجته من بول أو غائط، كيف يجلس لقضاء حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول: إذا أتيتم الغائط، والغائط هو المكان المنخفض من الأرض. الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، والمراد به هنا ما يخرج من الإنسان، سمي غائطا من باب الكناية، لأن الشارع الحكيم يتجنب الألفاظ المكروهة المستقدرة ويكني عنها كناية. هذا من الأدب في الكلام والخطاب، أنه لا يذكر الأشياء المستقدرة بلفظها وإنما يكني عنها كناية. فالغائط في الأصل المكان المنخفض، ويطلق على الخارج من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى مكان منخفض يستتر عن الناس، يستتر عن الناس بذلك. فسمي هذه الحال سميت غائطا، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني جاءه أو عرض له قضاء حاجته والاستفراغ من هذا الخبث. سمي غائطا لأنه لا يكون إلا في مكان منخفض، فعبر باسم المكان من باب التنزه عن ذكر الألفاظ المستقذرة. إذا أتيتم الغائطة، أي أردتم قضاء حاجتكم، فلا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة، لا تستقبلوها، أي تجلسوا مقابلين لها في هذه الحالة، فلا ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة وهي الكعبة ببول أي بحال التبول، أو بغائط أي بحال التغوط، ولا تستدبروها، لا تجعلوها خلف ظهوركم في هذه الحالة، توقيراً للكعبة المشرفة واحتراماً لها. ولما كان لا بد للإنسان من أن يكون له جهة حال جلوسه، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم البديل الذي لا حرج فيه، قال: ولكن شرقوا، أي اتجهوا جهة الشرق، أو غربوا، أي اتجهوا جهة الغرب. وهذا في المدينة النبوية، لأنها تقع شمالي الكعبة، فإذا شرق الإنسان صارت على جنبه، أو غرب صارت على جنبه، صارت الكعبة على جنبه ولا تكون مواجهة له. وكذلك مثل المدينة، كل ما كان شمالي الكعبة في جميع أقطار الأرض، فمن كان شمالي الكعبة فإنه يتجه إلى الشرق أو الغرب حال قضاء حاجته. وكذلك من كان في الجنوب، جنوب الكعبة، من كان جنوب الكعبة فإنه أيضا يشرق أو يغرب، لتكون الكعبة المشرفة إلى جنبه. أما من كان في الشرق أو كان في الغرب، فإنه إن كان في الشرق يكون إلى الجنوب أو إلى الشمال، يتجه إلى الجنوب أو الشمال لتكون الكعبة إلى جنبه. وكذلك من كان في الغرب، غرب الكعبة، فإنه يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب
لتكون الكعبة إلى جنبه ولا تكون مقابلة له. ثم إن أبا أيوب رضي الله عنه يقول: لما ذهبنا إلى الشام، إلى الشام، الشام البلد المعروف، يطلق الشام على كل ما كان شمالي الكعبة، على سوريا وعلى فلسطين وعلى كل ما كان شمالي الكعبة، إلا أنه خصص الشام الآن بسوريا، خصص بسوريا، وإلا فاسم الشام عام لكل البلاد التي تقع شمالي الكعبة، كما أن اليمن سمي يمناً لوقوعه أيمن الكعبة. قال: ذهبنا إلى الشام، لما فتحوا الشام استوطنها المسلمون، وجدوا مراحيض، والمراحيض جمع مرحاض، وهو موضع قضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة، يسمى بالمرحاض، ويسمى بالكنيف، ويسمى بالحش. وجدنا مراحيض بنيت باتجاه الكعبة، لأن الذي بنوها غير مسلمين ولا يعرفون هذا. قال: فننحرف، ننحرف عنها ونستغفر الله. إذا أرادوا أن يقضوا حوائجهم في هذه الأمكنة التي تقابل الكعبة، تستدبرها أو تستقبلها، ينحرفون، ينحرفون عن توجه الكعبة ويستغفرون الله لئلا يكونوا وقعوا في شيء من الخطأ. فدل هذا الحديث على تحريم استقبال الكعبة ببول أو غائط، وأن الواجب على المسلم أن ينحرف عنها ويجعلها إلى جنبه، وأنه لو دخل في حمام متوجه إلى الكعبة أو مستدبر لها فإنه ينحرف، ينحرف عن اتجاه الكعبة، كما ذكر أبو أيوب رضي الله عنه. وهذا عام في الصحراء وفي البنيان، على حديث أبي أيوب أنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها ببول أو غائط، سواء كان في بنيان أو في صحراء. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت على بيت حفصة أخته، لأن حفصة بنت عمر شقيقة عبد الله بن عمر، وكانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يزورها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقدر أنه صعد على السطح فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مصادفة، ولم يقصد هذا، لم يقصد الاطلاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، ولكن صادف هذا صدفة، يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فهذا يخالف حديث أبي أيوب في أنهم في البنيان ينحرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بنيان وكان يقضي حاجته مستدبر الكعبة، مستقبل بيت المقدس، مستقبل الشام. فهو يدل على أن البنيان يختلف عن الصحراء، وأن النهي عن استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة إنما هو في الصحراء، أما إذا كان في بنيان فلا حرج، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، هل يحرم مطلقا في الصحراء والبنيان كما هو ظاهر حديث أبي أيوب، أو أنه إنما يحرم في الصحراء، وأما في البنيان فلا بأس كما هو صريح حديث ابن عمر، على قولين أو على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها
في حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان في صحراء أو في بنيان، حديث أبي أيوب. والقول الثاني أنه لا بأس باستقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة مطلقا، سواء كان في قضاء أو في بنيان. استدلوا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته كان لا يمتنع من استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. قالوا فهذا ناسخ، هذا ناسخ لما كان من قبل، لأنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة نسخ وبقي الجواز. هذا قول طائفة من أهل العلم. القول الثالث الجمع بين الحديثين، وهو أنه في الصحراء يحرم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة، أما في البنيان فيجوز بدليل حديث ابن عمر، جمعا بين الحديثين. والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع. هذا هو القول الثالث. ففيه العمل في الحديثين، واحد يستعمل في الفضاء وواحد يستعمل في البنيان، ومهما أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ. وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه لأن فيه الجمع. لكن القول بأنه محرم مطلقا عملا بحديث أبي أيوب هذا قول قوي، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره، يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وفي البنيان عملا بحديث أبي أيوب. قال ولأنه لا يخلو، إذا كان في البر لا يخلو أن يكون بينه وبين الكعبة جبال وبينه وبين الكعبة مرتفعات، لا يخلو هذا. فدل على العموم، على أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها مطلقا، لا في صحراء ولا في بنيان. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. والذي يقوى ويترجح هو الجمع بين الحديثين، أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان لزوال المحذور. نعم، لأنه إذا كان في البنيان كان مستترا عن الكعبة. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستنجاء بالماء، وهو الاستطابة. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك بن النضر خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وكان صغير السن رضي الله عنه. جاءت به أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أنس يخدمك، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم الغزير، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد والجنة. استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأعطى أنسا عمرا طويلا في طاعة الله والعبادة، زاد على 100، وأعطاه من الأولاد العدد الكثير حتى أنهم قالوا بلغوا 180 مولودا له، كلهم يعبدون الله ويذكرون الله ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي موضع قضاء الحاجة، والظاهر أن هذا في البر، وقلنا إن موضع قضاء الحاجة يسمى خلاء سواء كان في البر أو في البنيان.
دخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام. الغلام يعني الصغير، الغالب أنه يراد به الصغير، وإن كان قد يطلق ويراد به الكبير القوي. أنا وغلام نحوي يعني في السن. العنزة والإداوة، والعنزة بيّنها الشيخ رحمه الله بأنها عصا قصير محدد الرأس يستعملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فتركز أمامه وتكون سترة صلي إليها. وأيضا هي سلاح، سلاح خفيف استعمله عند الحاجة. فهم يحملون العنزة لهذا الغرض، لأنها ربما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوضوء فتركز له العنزة، وأيضا هي سلاح لو عرض شيء. والإداوة كما بيّنها الشيخ رحمه الله أنها إناء من جلد، إناء صغير من جلد يكون فيه الماء، ويحملونه للرسول صلى الله عليه وسلم ليستنجي به. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من حاجته استنجى بالماء. هذا الحديث فيه مسائل. أولاً، فيه مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم، مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم. فإن أنساً وهذا الغلام كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وفيه جواز استخدام الأحرار، أما إن مماليكه يخدمونه هذا لا إشكال فيه، لكن حتى الأحرار إذا تقدموا يخدمون أهل العلم ويخدمون أهل الفضل هذا جائز، وليس على المخدومين حرج في ذلك، ويكون للخدام أجر في ذلك، ويستفيدون أيضا من أهل الفضل وأهل العلم صحبتهم. المسألة الثانية، فيه أنه لا بد من إزالة أثر الخارج، لا بد من إزالة أثر الخارج من السبيلين لأنه نجاس، فلا بد من إزالته، وإزالته إما بالماء وإما بالأحجار، بمسح بالأحجار. المعروف عند العرب والكثير أنهم يستعملون الأحجار ولا يستعملون الماء، لكن هذا الحديث دليل على استعمال الماء، واستعمال الماء لا شك أنه أبلغ في إزالة أثر الخارج، لأنه يزيل الأثر نهائيا ويطهر المكان، فهو أبلغ من الأحجار. وإذا استعمل الأحجار كفت بالإجماع، تكفي بالإجماع، بإجماع أهل العلم إذا استجمر بالأحجار المنقية أن هذا يكفي. فالحديث ساقه المصنف ليستدل به على أن الرسول كان يستنجي بالماء تارة، وكان يستعمل الأحجار تارة كما يأتي وكما سبق، فيجوز هذا وهذا، وإن جمع بينهما فهو أبلغ. إذا جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالأحجار كان هذا أبلغ، فيستعمل الاستجمار أولاً ثم يغسل المكان بالماء حتى لا يبقى أثر نهائيا، هذا أبلغ إذا جمع بينهما. وقد روي أن في تفسير قوله تعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أثنى عليكم، قالوا إنا كنا نتبع الحجارة بالماء، كنا نتبع الحجارة بالماء. هذا يدل على فضل الجمع بينهما، وإن اقتصر على واحد منهما أجزأ والحمد لله. إلا أن استعمال الماء إذا اقتصر فكونه يستعمل الماء أفضل من الاستجمار. فالأحوال ثلاثة، الحالة الكاملة أن يجمع بينهما، الحالة الثانية أن يستعمل الماء، الحالة الثالثة أن يستجمر بالأحجار فقط. نعم، أن يستعمل الماء فقط أو يستجمر بالأحجار فقط، ثلاث حالات كلها ولله الحمد كافية ومجزئة. نعم. بسم الله.
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وهذا أيضا من آداب قضاء الحاجة ودخول الخلاء، أن الإنسان لا يمسك ذكره بيمينه بيده اليمنى وهو يبول، لأن اليمنى كما سبق تستعمل للأشياء المستقابة، يقدم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فاليمين تقدم للأشياء الطيبة، واليسار تقدم لأزالة الأذى ونحو ذلك من الأشياء المستكرهة. فلهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمنى، لأن هذا فيه سوء أدب وامتهان لليمنى، امتهان لليد اليمنى، فلا يمسك ذكره. فإذا أراد يمسك ذكره للبول خشية الرشاش أو غير ذلك فليمسكه باليد اليسرى، لأن اليسرى تقدم لمثل هذا للتنظيف. أما أن يمسكه باليد اليمنى وهو يبول فهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستعمل اليد اليمنى لغسل الخارج أو لمسح الخارج بالحجارة، ما يستعمل اليمنى في الاستطابة، فلا يغسل باليمنى ولا يستجمر باليد اليمنى ويمسك الحجر باليد اليمنى، لأنها مكرمة عن هذا الشيء، بل يستعمل اليد اليسرى لإزالة النجاسة بالاستنجاء أو للاستجمار، لإزالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرى، بناء على القاعدة الشرعية أن اليمنى لما يستطاب واليسرى لما يستكره من الأمور، هذا القاعدة المضطردة الشرعية. نعم، أعيد الحديث. وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، ومن أفاضل الصحابة وهو الفارس المشهور رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستنجي بها ولا يستجمر بها. والخلاء المراد به البول أو الغائط، عبر عنه بالخلاء من باب الكناية، لأن قاعدة الشرع أنه لا يذكر الألفاظ المستكرهة، وإنما يعبر عنها بالكناية، هذا من أدب الخطاب. نعم. ولا يتنفس في الإناء. ثلاث مسائل: الأولى لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، بل إنهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا في حالة البول وغيره، لا يمسك ذكره بيمينه مطلقا، ولكن لما كان الغالب على الناس إنهم يمسكون الذكر حالة التبول نهاه الرسول عن ذلك باليمين، وإلا فإنه منهي أن يمسك ذكره بيمينه مطلقا. هذه مسألة. المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء، يعني من الخارج، باستنجاء أو باستجمار بيمينه، وإنما يزيل أثر الخارج بيده اليسرى، لأن اليمين تكرم عن هذه الأشياء، لأنه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها. اليمين يأكل بها الإنسان ويأخذ ويعطي، فلا يستعملها في هذه الأشياء. نعم. ويسلم على الناس ويصافحهم وكذا. نعم. ولا يتنفس في الإناء. هذه المسألة الثالثة، هذه من آداب الشرب، فبابها في الأطعمة والأشربة، ولكن لما كانت من ألفاظ الحديث
جاء بها هنا. فالمسلم إذا شرب لبناً أو ماءً أو مرقاً أو غير ذلك من المشروبات وأراد أن يتنفس فإنه لا يتنفس في الإناء، لأن ذلك يكرهه على الآخرين، ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقذرة أو من شيء من المرض فيؤثر في الإناء، يؤثر في الإناء ويؤثر في الشراب، بل يتنفس خارج الإناء. هذا من آداب الشرب. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، حتى قالوا أيضاً إنه ما ينفخ في الطعام، ما ينفخ في الطعام، وإنما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ، لأن هذا مثل الشرب، إذا نفخ فيه يقذره على الناس، فيبرده بالأشياء غير النفخ فيه. نعم. استثنوا الشيء الحار، إذا بغت تشرب شاهي ولا قهوة حارة استثنوا هذا، قالوا لا بأس أن ينفخ فيه للحاجة، ينفخ فيه للحاجة لأنه حار تريد أن تبرده، أما الشيء اللي ما يحتاج إلى تبريد هو بارد من أصله فلا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. هذا الحديث أيضا له علاقة في قضاء الحاجة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. علم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصوات الميتين، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام، حيث أطلعه الله على عذاب القبر لأجل أن يبين لأمته، فهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نحن نمر على القبور ولا ندري هل هم في عذاب أو في نعيم من عالم البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله. بل لو كان على ظهر الأرض ما دفن، لو كانت الجنازة على ظهر الأرض ما دفنت، فأنت لا تدري، ربما تكون في عذاب وفي حر وسموم وأنت ما تدري، أو تكون في نعيم وفي روضة من رياض الجنة وأنت لا تدري عنها، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فما بعد الموت هذا لا يعلمه إلا الله، أو من أطلعه الله عز وجل على شيء منه. فقال إنهما لا يعذبان، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما يعذبان في كبير، وفي رواية: أما إنه كبير. ما يعذبان في كبير؟ الغيبة والنميمة. هل الغيبة ما هي بكبيرة والنميمة ما هي بكبيرة؟ وهل النميمة ليست كبيرة وعدم الاستنجاء من البول هو كبيرة؟ لكن يقولون ليس معناه ليس كبير عليهما درؤه، ليس كبيرا عليهما درؤه والابتعاد عنه، أو أنه ليس من أكبر الكبائر، لأن الكبائر تتفاوت بعضها أكبر من بعض، الشرك بالله هو أكبر الكبائر، والزنا أكبر الكبائر، وشهادة الزور أكبر الكبائر، تولي يوم الزحف، أكل مال اليتيم، السحر، هذه من أكبر الكبائر. فالغيبة والنميمة وعدم الاستنزاه من البول كبيرتان، لكنهما ليست من أكبر الكبائر، أو أنه ليس بكبير عليهما اجتنابهما. ما يعذبان في كبير يعني كبير عليهما اجتنابه لو أنهم فعلوا ذلك، الله أعلم.
أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، هذا محل الشاهد، لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، هذا محل الشاهد من الحديث، إنه ما كان يستنجي ولا يستجمر، وإنما يتبول ويمشي، فدل على أن ترك الاستجمار وترك الاستنجاء واستبراء المكان من أثر الخارج أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب ويوجب عذاب القبر يوم القيامة. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني لا يقطع أثر البول بالاستنجاء أو بالاستجمار، أو يغسل البول إذا أصابه في ثوبه أو في بدنه، ما يغسله، تساهل فيه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، النميمة هي الوشاية، النميمة هي الوشاية بين الناس على وجه الإفساد، أن يذهب إلى شخص ويقول له إن فلانا يسبك، فلان يتكلم فيك، يتنقصك، يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثله، مثل ما قال للأول، من أجل أن يفسد بينهما ويوقع العداوة بينهما. هذا هو النمام، من النم، وهو النقل ونمي الكلام، يعني نقله، نما كذا يعني نقله، هذا هو النمام. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام أو قتات، القتات هو النمام. وجاء في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بنميم، هذه النميمة. فالله جل وعلا نهانا عن إطاعة النمامين وتصديق النمامين، وأن الواجب تكذيبهم وعدم التأثر بقولهم. وما أكثر النميمة اليوم بين الناس، خصوصا بين طلبة العلم، مع الأسف تجد النمامين بين طلبة العلم كثيرين، يتكلمون في أعراض الناس وينقلون الوشاية بينهم، فلان قال فيك كذا وفلان كذا، هذا ينتظرهم جزاؤه في القبر، عذاب القبر والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يطهر لسانه من النميمة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله أطلعه على أحوال الموتى في قبورهم وأخبر عن ذلك عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية فيه دليل على وجوب التحرز من البول والتطهر منه وعدم التساهل في شيء منه، سواء كان بول الإنسان نفسه أو بول غيره. جميع الأبوال نجسة إلا ما استثني، مثل بول الإبل، هذا طاهر. بول ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم، هذا طاهر. وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس. بول ما لا يؤكل لحمه هذا نجس إذا كان فوق الهر، فوق الهر خلقة. أما ما كان من الهر فأقل خلقة هذا طاهر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الهرة بأنها من الطوافين، فهي ليست نجسة، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين، فلعابها وبولها طاهر. وكذلك كل ما كان في خلقتها أو أقل منها، فالبول نجس، الأصل فيه النجاسة إلا ما استثني بالأدلة، لا يستنزه من البول. هذا عام من جميع الأبوال، لو نظرنا للحديث لوجدناه عاما في جميع الأبوال، لكن يستثنى منها ما دل الدليل على أنه ليس بنجس، لا يستنزه من البول، سواء بول من بوله أو بول غيره، ولكن بوله في الأخص إذا تبول فإنه يجب عليه أن يتنزه، فيقطع أثر الخارج إما باستنجاء بالماء وإما باستجمار بالأحجار، لا يستنزه من بوله. المسألة الثالثة فيه تحريم
النميمة، وهذا في كتاب الله: ولا تطع كل حلاف مهين. وفي أحاديث كثيرة تحريم النميمة لما فيها من الإفساد بين الناس، فقد قالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، فالنمام يفسد أكثر فساد من الساحر على قبح السحر، والنمام يفسد أكثر، يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم ما العظ؟ يعني السحر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هي النميمة القالة بين الناس. فسميت النميمة سحرا لأنها تعمل عمل السحر، الإفساد بين الناس، فهي حرفة خطيرة كثير من الناس يتساهل بها ولا يلقي لها بالا، وهي بهذه الفظاعة. وأما قوله: وأما أنه صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها ووضعها على القبر، على القبرين، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا هذا، الصحابة ما كانوا يعملون هذا، ولا يجيبون جريد أو خوص ويصفونه على القبر، أو يغرسون شجر على القبر، ما كان الصحابة يعملون هذا. فلو كان هذا مشروعا لفعله الصحابة، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة. وأيضا نحن وش يدرينا إن الميت يعذب؟ هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز وضع الجرائد أو الخوص أو الأشياء الخضراء على القبر كما يفعله المبتدعة، لأن هذا لم يفعله صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، ولو كان مشروعا لفعلوه، دل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على مسألة مهمة من مسائل العقائد، وهي إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر. والأحاديث في إثبات عذاب القبر متواترة، وإثباته والإيمان به هو مذهب أهل السنة والجماعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا ينكر عذاب القبر إلا المبتدعة أو الملاحدة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من نسي أن يقول دعاء الخلاء ولم يذكره إلا بعد الدخول، هل يشرع له أن يقول ذلك وهو داخل الحش؟ نعم، يقوله ولو لم يذكره إلا بعد ما دخل الحش، يقول لا بأس بذلك. بل إن بعض العلماء أخذوا من ظاهر الحديث أنه يقوله إذا دخل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم، دخل بالفعل يعني. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز استخدام التراب بدلا من الاستجمار بالأحجار؟ هل يجوز استخدام التراب بدلا من الاستجمار بالأحجار؟ قلنا لا، سألتم عن هذا من قبل وقلنا لا، ما يقوم التراب مقام الاستجمار، لأنه يلوث أكثر فلا يكفي التراب، إنما هذا عند العوام، العوام هم اللي يستعملون الشيء هذا وهو غلط، ولا يجوز ولا يكفي، لأنه ما ينقي المحل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للاستنجاء بالماء عدد في الغرفات؟ ليس له عدد، وإنما يغسل حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، حتى ينقى المحل، إذا نقى المحل لم يبقى عليه أثر، يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النهي عن مس الذكر باليمين يقتضي التحريم؟ وكيف يفعل من لا يحسن استخدام يده اليسرى في ذلك؟ ظاهر النهي التحريم. نعم، ظاهر النهي التحريم، إلا إذا دل دليل على الكراهة. وأما من لا يستطيع باليمين يحتاج إلى إمساك الذكر، ولا يستطيع باليمين لأن يده مشلولة أو مقطوعة، فيستعمل يعني ما يستطيع باليسار، ما يستطيع باليسار لأن يده اليسرى فيها علة
لا يستطيع أن يمسك بها فيمسك باليمين للحاجة، أنه محتاج إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشعر دائما بشيء من البول أعزكم الله وصل إلى العضو ولا أستطيع دفعه. أستطيع إيش؟ ولا أستطيع دفعه. يقول نعم. يقول: أشعر دائما بشيء من البول أعزكم الله وصل إلى العضو. إلى العضو. العضو. نعم. ولا أستطيع دفعه، وأشك هل خرج منه شيء أم لا، فهل هذا هو سلس البول؟ وإن كان فكيف يكون وضوئي وصلاتي والملابس التي أشك في وصول البول إليها؟ احذر من الوسواس، هذا ربما يكون من الوسواس، والذي يزيل هذا عنك أنك إذا فرغت من البول أنك تستبري منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تستبري منه بأن تتأكد من انقطاعه، ثم إذا انقطع تستجمر أو تستنجي. وإذا حصل عندك شك بعد ذلك لا تلتفت إليه، ما دمت أنك استنجيت أو استجمرت بعد انقطاع البول نهائيا فلا تلتفت إلى الشكوك، اطردها عنك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في ذكر في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنهم يستغفرون الله، فهل يدل ذلك على جواز ذكر الله عز وجل في الخلاء عند قضاء الحاجة؟ نعم، قلنا إذا نسي الذكر عند الدخول فليقوله ولو دخل ولو بعد الدخول، بل هو ظاهر الحديث: إذا دخل أحدكم، هو ظاهر الحديث وقال به جماعة من أهل العلم، فإذا نسيه يقوله ولو بعد الدخول. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم أخذ المصحف بالشمال؟ لا، المصحف يكرم ويؤخذ باليمين، يؤخذ باليمين ولا يؤخذ بالشمال إلا لمن لا يستطيع استعمال اليمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الإكثار من الوضوء مستحب، أي التنفل به؟ يقولون إذا صلى بالوضوء، إذا توضأ وصلى بالوضوء فإنه يستحب أن يجدده، إذا استعمله في العبادة يستحب أن يجدده، أما إذا لم يصلي به فلا داعي لتجديده، إنما يجدد إذا استعمل في الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من حافظ على الوضوء كلما أحدث هل يكون مبتدعاً؟ إذا أراد الصلاة، إذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ، أما في غير إرادة الصلاة فيستحب أن يكون الإنسان المسلم على طهارة، يستحب أن يكون على طهارة، استحباب ما هو واجب. الواجب إذا أراد الصلاة أو أراد مس المصحف فإنه يتوضأ، أما في غير ذلك يستحب للإنسان أنه يتوضأ ليكون على طهارة، خصوصا عند النوم إذا أراد أن ينام ينام على طهارة، شيء طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الإناء خاصا بي وليس هناك غيري يشرب به، فهل يجوز لي أن أتنفس فيه؟ لا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عام، لا يتنفس في الإناء، هذا عام سواء كان خاصا بك أو لك ولغيرك، هذا ظاهر الحديث العموم. نعم. فضيلة الشيخ، ولأنك لو أنك تنفست في الماء في الإناء الخاص بك يقتدي بك الناس، خصوصا إذا صرت من طلبة العلم يقتدي بك الناس يتساهلون في التنفس في الإناء مطلقا. نعم، وأنت قدوة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الكلام العادي في الحش؟ نعم. هل يجوز الكلام العادي في الحش؟ ما يجوز للإنسان يتكلم وهو يقضي حاجته، فإن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتكلم حال قضاء حاجته أن الله يمقت على ذلك، يمقت يعني يبغض هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النفخ في الطعام أو الإناء للتبريد للطفل الصغير يجوز؟
نعم لا بأس بذلك. قال والحار إذا احتاج إلى نفخه لأنه حار له أو للطفل فلا بأس بذلك، إنما النهي إذا كان لا يحتاج إلى نفخ، هو بارد ما يحتاج إلى نفخ. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل صلى مع الإمام ولم يأتي في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية، فهل يلزمه؟ رجل صلى مع الإمام، نعم، ولم يأتي في التشهد الأخير بالصلاة الإبراهيمية، فهل يلزمه إعادة الصلاة أم لا؟ إذا كان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بغير لفظ الصلاة الإبراهيمية، إذا قال اللهم صل وسلم على محمد هذا هو الركن، وإذا جاء بالصلاة الإبراهيمية فهذا أكمل بلا شك، لكن لا تبطل صلاته إلا لو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نهائيا لم يصلي عليه، حينئذ يكون ترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من المعلوم أن الفاتحة والتشهد الأخير ركنان من أركان الصلاة، فهل إذا سهى فيهما المأموم في الجهرية أو السرية يتحملهما عنه الإمام؟ لا، الإمام لا يتحمل السهو عن ركن، لا يتحمل السهو عن الركن، فإذا تركه فإنه يقوم يأتي بركعة بعد الإمام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأت في كتاب الكافي في الفقه أن السجود على الأنف سنة، فهل هذا صحيح؟ وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الأرض في حال السجود؟ إيش؟ يقول: قرأت في كتاب الكافي في الفقه أن السجود على الأنف سنة، نعم، فهل هذا صحيح؟ وهل الفعل كذلك بالنسبة لوضع القدمين على الأرض في حال السجود؟ نعم، المطلوب السجود على الجبهة، وضع الجبهة على الأرض، وأما الأنف فهو تابع للجبهة، لو سجد على الأنف فقط ولم يسجد على جبهته لم تصح سجدته، ولو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أجزأت سجدته، لكن الأكمل أنه يسجد على الجبهة والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعضاء السجود ذكر الجبهة وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، أشار إلى أنفه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: وأما القدمان فلا بد من السجود عليهما جميعا، ما يكفي قدم واحدة، فيسجد على القدمين أطراف القدمين جميعا، ولو على بعض القدم، لو سجد على بعض القدم أجزأ ذلك، ولكن الكمال أنه يسجد على جميع القدم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأفضل في صلاة الضحى، أن تفعل دائما أو تترك أحيانا، وذلك خشية أن تشبه بالفرض؟ لا بأس بذلك، إن داوم عليها كل يوم أو أنه يصليها يوما بعد يوم وهو ما يسمى بالغب لا بأس بذلك. نعم، الأمر واسع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة؟ القدر المطلوب في الابتعاد عن السترة في الصلاة، المشروع الاقتراب من السترة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ليصلي إلى سترة وليدنو منها، مطلوب الدنو منها ما هو بالابتعاد عنها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل القيح الكثير والدم الكثير ينقضان الوضوء؟ نعم، عند جمع من أهل العلم إن الكثير من الدم أو القيح ينقض الوضوء، لأنه خارج نجس من الجسد، خارج نجس من الجسد كثير، فيشبه البول والغائط فينقض الوضوء، ومن العلماء من يرى أن خروج الدم لا ينقض، وهذا هو الأقرب للدليل، هذا هو الأقرب للدليل أنه ما ينقض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في الحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون، وعمر رضي الله عنه لما طعن
ونزف منه الدم الكثير صلى مع المسلمين. فهذا يعني الأقرب للدليل أن خروج الدم ولو كان كثيرا لا ينقض الوضوء. لكن إذا أراد الإنسان من باب الاحتياط أنه يتوضأ احتياطا فالاحتياط مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: التسبيح بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر هل تأتي مع بعض أم سبحان الله 33 وحدها وهكذا الباقي؟ كله جائز، إن شاء أتى بالتكبير بالتحميد 33، سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، أو أتى بها جميعا، فالأمر واسع في هذا. المهم أنه يكبر 33 ويسبح 33 ويحمد 33 مقترنة أو منفرد بعضها عن بعض. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل جامع زوجته في 3 رمضانات ولم يكفر، فهل يكفر كفارة واحدة أم 3 بعدد المرات التي تم الجماع فيها؟ عليه قضاء الأيام التي جامع فيها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه كفارة عن كل شهر عن كل يوم، حتى لو من شهر واحد، لو جامع في عدة أيام من شهر رمضان واحد فعليه كفارات بعدد الأيام. فكيف إذا كان الجماع في شهر ثم في شهر ثم في شهر؟ لا شك أن كل جماع عنه كفارة مستقلة، فعليه أن يكفر عن كل شهر بالكفارة الواردة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم، مثل كفارة الظهار. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الذي جامع أهله في نهار رمضان، وجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ما معنى استوى في الآية الكريمة؟ ارتفع، معناها ارتفع إلى السماء على ظاهره، الاستواء معناه الارتفاع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من أنكر عذاب القبر استدلالا بأنه لا يوجد في الحس والعقل؟ الحس والعقل ليس دليلا، ما هو كل شيء ما تدركه لا يكون موجودا، فيه أشياء موجودة وأنت ما تشوفها ولا تراها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. أنت ما تدرك الأشياء كلها، هناك عالم غيب وعالم شهادة، أنت ما تدرك من عالم الغيب شيء، لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب. فالذي ينكر عذاب القبر وهو يعلم الأدلة الواردة فيه ويعلم، هذا يكفر، يرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وإن كان مقلداً، إن كان مقلداً لغيره أو لم يعرف الأدلة، فهذا يعتبر ضالاً، يضلل ويبين له، فإن أصر فإنه يحكم بكفره. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.